وأخيرا وقبل ما يهل رمضان بشهرين بان الخيط الأبيض من الخيط الأسود بكركوك وحواليها، وراح تفطر البيشمركة هناك. بس منو اللي راح يأذن من يا منارة وفق أي إمساكية؟ هذا اللي تبينت ملامحه من الخبر سمعناه البارحة، واللي مفاده أنه وزير داخلية الإقليم التقى بوفد من التحالف الدولي، والأخير طلب رسميا من الإقليم إعادة انتشار البيشمركة بالمناطق المتنازع عليها. جبار ياور أبلغ العالم بهذا الخبر المزلزل وقال أن الوضع هناك مأزوم وأكو ضعف أمني بكركوك وديالة وتزخرماتو، داعش جاي ترجع والحوادث الأمنية تتكرر في طريق كركوك بغداد وديالة بغداد، لدرجة أن القوات الاتحادية جاي تسدهن بالليل. لهذا التحالف الدولي راغب بعودة البيشمركة مثل ما كان عليه الوضع قبل 2014. بالتأكيد الحكي صاير عن ارتباط مباشر بملف الانتخابات الجاية، لأنه الياور ربط الموضوع بيها وقال لازم تنضبط الأمور أمنيا بشكل مشترك بين البيشمركة والقوات الاتحادية، وما باقي غير موافقة الحكومة الاتحادية حتى يرفع الأذان ويصير الإفطار. طيب هذا الخبر أمني صرف الظاهرة مو؟ إيه هو هالشكل، بس بالباطن يفور سياسيا وممكن يتمخض عن شوربة طعمها مثل العلقم بالنسبة لبغداد ومثل العسل بالنسبة للإقليم. القصة مو حزورة وتفاصيلها تقول التالي: من ليلة فرض الدستور ب 16/10 من بغداد هيمنت على المتنازع عليها، انقلبت الموازين بالعلاقة بين المركز والإقليم. آذان بغداد هو اللي قام ينسمع، ومساكية حيدر العبادي والحشد هي اللي تحدد مواعيد الإمساك والإفطار بكل الملفات تقريبا. من جانب بغداد 16/10 صار عنوان الدعاية الانتخابية الناجعة لبعض القوائم، وعلى أساسها انبنت تحالفات وتألفت ديباجات. أما من جانب الإقليم فواضح أنه أكو سكوت عن وضعية جار الانهيار، إذا ما نقول أكو ريحة شماتة، خاصة مع أنباء عن تماهل البيشمركة في غلق بعض الممرات اللي يستخدمها داعش بعملياته الإرهابية. بمعنى العبارة انصاغت بهالشكل: انت يا بغداد استفيدي سياسيا وانتخابيا من حسم المناطق المتنازع عليها لصالحك، بس عليك ان تتحملين النتائج، والنتائج وخيمة ومخيفة، منها تواصل الانهيار الامني واستمرار عودة داعش وغياب السلم المجتمعي. الغريب انه هاي النتائج كان ممكن تلافيها فيما لو فكرت بغداد بملئ فراغ البيشمركة بشكل صحيح ومهني، تعزيزات مكثفة مثلا، إجراء مفاوضات مع الكرد لتطمين السكان، بل كان ممكن القيام بجهود دبلوماسية مع ممثلي التحالف الدولي لكسب معركة العلاقات العامة اللي تبين الآن أن الكرد أقدر عليها من بغداد. واي حلول كانت متوفرة أمام بغداد، لكن يبدو أن العبادي بين حانة ومانة، لا يريد يعزز اللي سواه يوم 16/10 ويفرض سلطة الدولة بالكامل هناك، لأن هذا معناه كسر عظم ويا الكرد وهو عينه على الولاية الثانية، ولا يقدر يخلي الأمور سايبة وينوكل من جرف نصره. بس على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ أشو الملف الأمن الدهور بسرعة، وتهريب النفط اللي كانت بغداد تتهم به الإقليم استمر، وهالمرة برعاية خاصة من أصحاب النفوذ الجدد بالمنطقة. يعني اللي صار عمليا هو عملية مناقلة لا أكثر ولا أقل، ولهذا انتهينا لفشل ذريع بكركوك ومحيطها سياسيا وأمنيا واجتماعيا، وبالتالي ما كان أمام التحالف الدولي إلا أن يجر إذنه ويقول: التوبة أطلع وراك يا بغداد، البيشمركة هم الوحيدين اللي عندهم المفتاح ومساكيتهم هي الصحيحة، وعليه أهلا بالفطور الكردي قبل رمضان بشهرين بكركوك والمناطق الدائرة بدائرها.